ساهم الفنانة الكبيرة مريم الغلبان. هيا الله بنك المركزي وبنك التسليف والادخار، تحياتي عبر الأثير لشركة المواشي واللحوم من كيمكاب. يسلم لي هالقيصر اللي على راسك. حضرتك لهو بالبحري؟ اي نعم، حضرتي لهو بالبحري. عندنا لهو في اي واحد منهم، البري ولا البحري؟ انا لهو بالبحري. يا حق الأخوضة. معقولة انت لهو شخصيا؟ ليش؟ لان انت طلعت ونزلت ما تصير اكثر من سايقة. يبا انا لهو بالبحري بلحمي ودمي. هذه صدمة لي. ليش؟ لان دلي اعطتك مواصفات. اي حلو وطويل ومكبكب وما عندك شوارب، والمرة تشوفك تخش من شوفتك. وانا في الشعر يمدي من شوفتك ومن شيفتك. عاد انت عاد نفسك مرة الله يهداك. خيمة مضروبة. وخلي خلاص اطلع بس. وين رايك؟ خليني اطلع سبي. شنو؟ حط ايدي بيدك. ايش حقك؟ قلت لك تحبيني كبيره مالك شغل. اشو هاي؟ شم واركوت مو ايد هاي. يلا حط ايدي بيدك. والله يا كثر ايدها يا ولد. يا ودانك يا بعد من العمر. اعصر حناني. شلون؟ اعصر حناني. اعصر حنانك الله يهداك انت. انت شي عصرك. خلاطه كنكري ما تطلع منك فلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. انت متهمة انك تقبلين اي دور في عروضك المسرحية. لا، وهذا مو صحيح. قبلتي في تمثيل دور بسيط اللي هو انت تكونين فتاة صغيرة، وبالاخص في مسرحية عبيد بالتجنيد. هل انت مقتنعة في الدور هذا؟ طبعا مقتنعة، لأن دور كاركتر، ما قبلت فيه كأي دور يعني تافه، لا قبلت فيه كدور كاركتر. طيب والمسرحية اللي قبلها عصوت الصحراء؟ طبعا طالعة فيه دور الأم. هل هو سبب المادة؟ لا. أنت متهمة مع أنك من أوائل الممثلات في الكويت، إلا أنك أدائك للحين ما تطور، ليش؟ أنا أسأل بعد شنه التطوير في الأداء؟ أنا متطورة في الأدوار، الأم، الزوجة، الصديقة، الخالة، العمة، وأخذت دور الفتاة الصغيرة في كاركتر، فهذه هذا التطور. طيب إحنا بنريحك شوية، نبتعد عن الاتهامات شوية قليل. من خلال مشوارك الفني، شنو أفضل عمل اشتركتي فيه؟ كل أعمالي أنا أعتبرها بالنسبة لي مفضلة. وأفضل دور اللي هو في مسرحية باي باي لندن، في سكانة مرتة، عدة أدوار يعني مفضلة إلى نفسي. وأعمال تلفزيونية اللي هي طبعا خالتي قماشة، على العائلة، على عدة أعمال يعني. لا بس عمل إحنا نقصد في دور معين قريب جدا من قلبك وحبيتي وانت اشتغلتي فيه. حبابة. تلفزيون ولا إذاعة؟ تلفزيون قدمته ونجح والحمد لله، وإذاعة. وإذاعة صار لي تقريبا الحين 30 سنة. يعطيك العافية. مع السنة الجاية إن شاء الله. يعطيك العافية وإن شاء الله على القوة. الله يسلمك. طيب منو الممثل اللي استفادت منه مريم الغضبان؟ وجه التحديد انا ما اقدر احدد، لان كلهم ممثلين واعتبرهم عباقرة بالنسبة يعني اساتذة بالنسبة لي، واستفيد منهم كل اللي قمت معاهم بالادوار. طيب اكثر مخرج؟ عدة مخرجين تعاملت معاهم، ما اقدر افضل واحد على الثاني، بس استفدت منهم.